خير خلق الله رحمة للعالمين. يا صديق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوى يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التام نور الضلال عليا الألقى سيد الكرام منقذ الآلام صلاة والسلام. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول. حبيب الله يا ختام الأنبياء يا رسول الله، يا دواء كل داء يا الثوار يا من الكتاب أبعد العداوات يوم الحساب، اصفر العيون اهدي القلوب لكي تتوب الله، ضعف الثوار يا من الكتاب أبعد العداوات. يا وكيف طلعوا للعبادة بار
Oh,
I don't know.
تقل ولدا وكذلك مثل حال يوسف في يد والد علمه لتأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أعطى الناس لا يدمر ولما أعطى له يوسف وأتنا حكم الإمام وكذلك أنت المسلمين ولا وجه الذي هو في بدها عن مسلمه وقال لقد الباب وقال عيد لك قال معاذ الله انه ربي احسن من ولد انه لا يفلح طالب ولا مسلم واما بهذا فما برهان ربي كذلك يضرب المسلوح والعشاء انه من عباد مخلصين وسبق الباب وقد غفيت حكم دبر والبيات الى هذا الباب قالت ما جزاء من اراد بذلك سوءا الا ان يسمع عذاب اليم قال هي راودني عن نفسي وشهد شاهد لي بها ان كان قميصه قد بطول فكذب وهو بكاذبين وان كان قميصه قد بطول فكذب وهو من الصالحين فلما راى قميصه قد بطول قال انه مثلكن ان مثلكن عظيم يوسف على هذا وصبر الى ذنبك ان من كنت من الخاطئين وقال الفتى المدينة امرأة العزيز تراه جبتها عن الشيخ شرفها الربا إنا لنراها في ضلال مبين ولما سمعت منهن قصرت بهن وأنزلن مرتكان وآت كل واحد من المسكين وقال من عليهن ولما رحيق ولقد عودته عن الشيخ سطعن ولئن فما آمره لجن وليقول من الكافرين قال رب سجن احب الي مما يدعون لي اليه ولدى اقصاني اجرنا اطمئنهن واب من الجاهلين استجاب له ربه فسلم عن يفيدهن انه له سميع عليم ثم بدا لهم بدماء راوا الايات يجدونه حتى حين ودخل نار السلم بدلان قال احدهما اني اتاني اقصر عمرا وقال الاخر اني اتاني احمل قال لا ياتيكما طعام جل قاله الا بلغكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما بما علم لي ربي اني تركت مثلكم لا يؤمنون بتاويله وفي الاخره هم كافرون وثبت ملك ابا الى ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب الجهاد رب متفرقون خلقا الله الواحد القهار ما تعبد لنا من دونه الا اسماء سمعتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله فلا تعبدون الا اياه ذلك دين قيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السن اما احدكم ما يسقي ربه خبرا واما الاخر فيشرب وجهه لذه امرته قضي الامر الذي فيه تسديان وقال للذي يتم انه ناجم الامر كني عند ربي فان شاء بطاعتك ربه فلبث المسلمين العظيم